عليكم. هاي ايفريون جايز، ام سو سوري لانه اي واز دوين ناب. كنت تفاجئ بانه خطاب حكى في واحد البرنامج على هجر بواحد الطريقه اللي هي شي تو كيت فيري باد. حتى شي حاجه ما عمرها غادي تدوز قبل البلاد ديالي. شعارنا واحد، الله الوطن الملك، وما عمر شي حاجه غادي تدوز قبل البنات ديال البلاد ديالي. حنا مغاربه و ادي اند شنو ما بغى يوقع في هذا البرنامج هذا كنبقاو خوت وغنضلوا كنساندوا بعضياتنا في السراء وفي الضراء. ما كاينش غرام ديال هذا، اتس ا ماست، هذا واجب. سو اولا انا كنقول لهجار بانه انا غنضل بجنبك في اي محنه، وانا عارفك غدك في اي محنه، وانا عارفك غتضلي بجنبي اوسو في اي محنه، لان احنا مغاربه وكنبقاو مغاربه وما عمرش حاجه غدوس قبل منك. خطاب صيفط ميساج للهجر كيعتذر، كيقول بانه ما نوفى حتى شي حاجه. اتصل بيا، وي هاد ا فيري لونغ كونفرسيشن، هضرنا مع بعضياتنا بزاف. فسرت له بانه المغرب خط احمر وبانه لازم انه يحط فيديو اللي كيعتذر فيها. انا كنعرفه انه انسان يعني داكشي اللي شفت خالوق، وغير نزل الفيديو باش يعتذر ويفسر لكم بانه ما نوفى حتى شي حاجه. احنا مغاربه اونكور اون فوا كنقولها، شعارنا واحد، الله الوطن الملك، وراه غنضمنوا مع بعضياتنا في اي حاجه. اي ان امبورت كيل مومون. لاف يو اول، بيس.